تطور مفاجئ في محطة مصر بعد تولي الفريق كامل الوزير، تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس السيسي، ومحمد بن نايف يعتذر إحضارهم للمحكمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. طلب من حضراتكم صغير، عاوزين أحلى لايك على الفيديو من كرامكم عشان الفيديو ده ينتشر، ولو حتى ما عجبكش الفيديو يعمل ديسلايك، وشكرا لكم جدا. ويلا نبدأ في الفيديو على طول. شهدت محطة مصر والتي وقع فيها حادث القطارات المأساوي تطورا كبيرا ولأول مرة بعد تولي الفريق كامل الوزير حقيبة النقل، وأمرت هيئة سكة الحديد بتشغيل عربات الجولف كار في محطة مصر للمساعدة في نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى أرصفة القطارات، وذلك بعد صيانة عدد كبير منها. وأوصى وزير النقل المصري الجديد في أول جولة له في محطة مصر بتشغيل عربات الجولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات داخل المحطة حيث تفقد العربات وطلب تشغيلها، واصطفت العربات خارج المحطة لنقل كبار السن وظهرت بشكل منظم للغاية. المصدر أخبار اليوم. قررت المحكمة العسكرية في مصر اليوم الأربعاء مد أجل الحكم حتى 24 إبريل على 292 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف. ونسبت النيابة للمتهمين اغتيال 3 قضاة في العريش واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق التي أسفر عنها مقتل قاضيين وأربع أفراد شرطة ومواطن، كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بالطريق مطار العريش، استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف قسم ثالث العريش بسيارة مفخخة. وقام المتهمون بالرصد والتخطيط لاختيار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية في فندق برج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات الناسفة من سوق الكعكي بمكة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق، معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم هناك وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل. وكان النائب العام المصري نبيل أحمد صادق قد أحالت 292 متهما للقضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهما محبوسون وسبعة آخرون مخلي سبيلهم والباقون هاربون. المصدر وكالات.